فضل الشيخ أكل ولم يعلم بأنه لم يؤذن بعد. هذا فيه تفصيل. نعم. هو إذا كان قد تجاوز البلدة فأصبح له أن يفطر. في حل. في حل يعني. نعم. هو فيصبح سليم من الإثم، هو في كلا حالتين سالم من الإثم، لأنه حتى عندما أفطر أفطر وغلب على ظني أنه دخل الوقت. فأنا أقول له إذا كان هناك فرق يسير، مثلا دقيقتين يعني بعد أن بدأتم بشرب الماء والتمرات أذن، فنقول لا حرج، لأن الأصل أن المؤذنين يحتاطون والشمس تكون قد غربت، والعبرة بغروب الشمس لا بالأذان، العبرة بغروب الشمس لا بالأذان. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإذا كان غلب على ظننا أن المؤذنين يحتاطون دقيقتين ثلاث، فأنت قد وافق فطرك غروب الشمس فلا حرج. وإن كان غلب على ظنك أن هناك بونا بعيدا وأنك رأيت الشمس، أو أنه غلب على ظنك أن لم تغب، فالأصل بقاء النهار، يلزمكم القضاء ولا إثم عليكم ولا كفارة.